بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، ويوم اصدقائي راح اشرح لكم انجاز من خلال راح تحصلون على 20 نقطة من نقاط الانجازات خلال 5 دقائق فقط. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، اتمنى من عندكم توصلون هذا المقطع 5000 لايك. فما اطول عليكم، بالمقدمة نروح على المهام، وبعدها نروح على الانجازات، وبعدها نروح على اخر شيء مثل ما تشوفون يا اصدقائي، وبعده نروح على انجاز عالم الانعكاس. طبعا هذا الانجاز قدامكم يا شباب، انا سويته قبل شويه وحبيت اشرحه لكم حتى اللي ما مسوي هذا الانجاز يسويه. راح تحصل من عنده على 20 نقطه من نقاط الانجازات بوقت اقل 5 دقائق طبعا، وما يراد لشيء، انجاز كلش حلو وسهل. عندنا مطلبين، المطلب الاول يقول لك اهزم اجمالي 3 من الوحوش في عالم الانعكاس. طبعا عالم الانعكاس اللي تلقاه هنا طبعا كلكم تعرفوه، تروح هنا على ايرنجل او على تري تلعب ايرنجل عالم الانعكاس، او تلعب عالم الانعكاس اللي بليفيك. انصحكم تلعبون عالم الانعكاس اللي موجود بليفيك، نلتقون بناس قليله. طبعا راح تطلع لكم علامات على الخريطه، تفتحون الخريطه قبل لا تنزلون للماب، يعني وانتم بالطياره تفتحون الخريطه راح تلقون اشارات الاماكن باللون الاخضر، تنزلون على هذه الاماكن باللون الاخضر راح تلقون هناك وحوش طايره او وحوش تمشي، اللي هم الوحوش اللي مقصود بها اهزم اجمالي 3 من وحوش عالم الانعكاس، تقتل 3 من هذول اللي موجودين الوحوش. طبعا راح يطلع لكم مقطع فيديو يوضح لكم دول الوحوش، تقتلهم مثل ما انا سويته بهذا المقطع. بس تقتل دول الوحوش 3 مرات راح يكمل عندك المطلب الاول. اما المطلب الثاني مطلب كل السهل، وايضا راح يطلع لكم الفيديو على الشاشه، انه فقط افتح واحد من صندوق الهيكس في جزيره الانعكاس. طبعا هذا الصندوق موجود بنفس مكان اللي موجودين الوحوش. طبعا من تقتل الوحوش، تقتل 3 وحوش تروح على هذا الصندوق تفتحه مثل ما موضح قدامكم بالفيديو، تقتل هذا الوحش وراح يكمل عندك هذا الانجاز. من تقتل الوحش الوحوش العفو، وبعدين تفتح الصندوق راح يكمل عندك هذا الانجاز. ومثل ما تشوفون بالمقطع كمل وياي هذا الانجاز بكل سهولة، وحصلت على 20 نقطة من نقاط الانجازات. طبعا هذا المقطع ببساطة يا شباب، اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.